الامتحان هيبقى حوالي 30 بوينت، وبنقسم على 2 علشان ناخد المتوسط. يعني الامتحان في ساعة الا ربع، الامتحان 70% ام سي كيو ما بين صح وغلط واختيارات وتوصيل كولمز وحاجات زي كده، و 30% اسي. ايوه يا دكتوره ساره، في اخر المحاضره، نص ساعه كده من اخر المحاضره ان شاء الله نخلص محاضرتنا. اتفضل يا دكتور حسين، براحتك. يعني نستنى حضرتك كمان 3 دقايق كده ولا حاجه. الاسي بيبقى حوالي، يعني برضو هي درجه الاسي بتبقى بالتقريب حوالي 5 درجات من العشر. بيبقى تقريبا يعني ممكن سؤال إكمال مثلا بثمان درجات، وسؤال تكتبه مثلا بدرجة أو حاجة، مش 8 درجات، 8 نقط أقصد أقول، وسؤال بتكتبه فقط لا غير. الامتحان يا جماعة للي ذاكر، أنا زي ما أنتوا زي ما أنا شفت إن أنتوا إن شاء الله مستواكوا كويس وبتذاكروا وبتقطعوني في حاجات وبتسألوني فيها، فده معناه ان انتوا مصحصحين وبتذاكروا المحاضرات اول باول. فان شاء الله الامتحان للناس اللي بتحضر هيبقى بسيط، وبسيط جدا. ليه؟ علشان انا وانا ماشيه بقول الحاجات المهمه دايما وانا ماشيه، انتوا تاخدوا بالكم، اقول لكم الكتاب في ايديكم وبتسمعوا المحاضره. اللي يحس حتة مش فاهم السؤال ممكن يجي فيها ازاي، بقول له. فالامتحان للي ذاكر هيبقى حاجة عبيطة، للي ما ذاكرش هيبقى طلاسم اكيد. دكتور محمد، انا لا بشجعكم ولا برفع من معنوياتكم ولا حاجة، انتوا اللي بتحددوا للدكتور بيمشي معاكوا ازاي. يعني لما كنتوا في الاول كان في وسطكوا حد مش كويس، كنت متضايقه جدا من المجموعه، وكنت بـ 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 يعني بوجه لكم كلام مش لطيف، لحد لما الدنيا اتظبطت. فانا كاستاذ وكأم ليكوا كلكوا، انا بحاول ان انا اقول لكم والله يعني اللي فيه اكيد اكيد مصلحتكم، ربنا معاكم ويوفقكم ان شاء الله. لكن انا عايزه ااكد لكم ان اللي بيحضر معايا المحاضرات هيلاقي الامتحان ده عبيط، بمعنى كلمه عبيط. اللي ما بيحضرش هيحس انه طلاسم فعلا. يعني ربنا معاكم ويوفقكم يا رب دايما. احنا هنستنى بس الطلبه اللي بيصلوا، مع ان وقت الصلاه ممتد، يعني انا بلحق الصلاه بعد المحاضره، بس نستنى الطلبه اللي استاذنوا في الصلاه. ايه الفارماسيوتيكال كلاسيفيكيشن النيرفس سيستم؟ مش في الكتاب، و التعليم مهم. دكتور كرولوس بيقول لي الفارماسيوتيكال كلاسيفيكيشن، الفارماسيوتيكال كلاسيفيكيشن يا دكتور كرولوس. حاضر يا دكتور محمد. معلش يا دكتور، انا اسف بس كان عندي مشكله في الموديل، معلش دخلت متاخر. كان عندك مشكله في ايه؟ في الموديل، بس كي موديل عندي، معلش اعتذر لحضرتك. طيب اوكي، براحتك، احنا لسه معانا دقيقتين ان شاء الله. الفارماسيوتيكال كلاسيفيكيشن يا دكتور كارلوس هو موجود في صفحه 17، وده قلنا بنعمل كلاسيفيكيشن للنباتات بتاعتنا تبعا لي الاكتيفيتي بتاعتها، طبعا لي الاكتيفيتي بتاعتها. يعني الدواء بيشتغل انتي كانسر، نبقى عارفين اسمه ايه من الاكزامبلز اللي موجوده في الكتاب عندنا. دواء طارد للديدان
ماشي مش موجود. انا قلت ايه؟ معلش يا دكاتره، انا برجع اقول تاني، السلايدز احيانا ببقى مزوده فيها علشان اعرف اشرح لكم واوصل لكم الماده، لكن انا ساعه لما باجي احط الامتحان بمسك الكتاب، احط من الاكزامبلز بتاعه الكتاب ومن طريقه شرح الكتاب وبنفس اللغه بتاعه الكتاب، ما بجيبش من بره، ما بجيبش من السلايدز. علشان كده السنكونة يا دكتور، شكرا يا دكتورة أرو، السنكونة يا دكتور موجود كأنتي ملاريال دراج، السنكونة موجود كأنتي ملاريال دراج، والسنكونة أخدناه إن هو أحيانا بيبقى له تو أكتيفيتي، لكن هو عندي هنا كإكزامبل موجود في الأنتي ملاريال دراج. السؤال بيجي ازاي؟ السؤال بيجي زي ما انا قلت لكم كده، جينسينج دراج هاز فارماكولوجيكال كلاسيفيكيشن از، احط لك اختيارات، اميونو ميديولاتوري، انفلامنتك، انتي ملاريال، عشان حضرتك تكتب لي اميونو ميديولاتوري، المناعه بالظبط كده. الجزء الكلام ده في صفحة 19 بالظبط كده يا دكتورة انجي. الدكتور اللي كان بيسأل على البليتشنج، البليتشنج ده يا دكتور صفحة 25، يعني بيحسن الابيرنس بتاع الدراج دي، اللي هي من البريباريشنز اللي بنعملها قبل ما ندخل على مرحلة الدراينج، قبل ما ندخل على مرحلة الدراينج بنعمل شوية بريباريشن في الـ النباتات الطبية بتاعتنا، منها البليتشنج. البليتشنج ده يعني ايه؟ ان احنا بنحضر الدواء ان هو ينزل الماركت، مش الماركت ان هو يتحط في دواء، لا، الماركت ان انا اكمل باقي البروسيسز بتاعته، ان انا اعمل له دراينج. البليتشنج باي اكسبوجر تو سان لايت، علشان الريد الجي اللي هو الكراجين الاحمر بيظهر لنا كبيل كريم كولورد دراج لما بنعمل له اكسبوجر لسان لايت مثلا، او ان احنا نغطي النباتات بتاعتنا بانرت سبستنس. انرت سبستنس، ايوه بنحسن شكله يا دكتوره طه، بنحسن شكله بان احنا نضيف عليه انرت سبستنسز. انرت سبستنسز كده صح يا دكتور، اللي بيفتح المحاضرة وبيمشي معايا في الكتاب ده صح. بنقول ايه كمان؟ بنقول ان مثلا يجي لنا السؤال في حتة زي البليتشنج دي، اقول لك جينجر اند ناتميج، اقول لك مثلا البليتشنج باي كوتينج وذ لاير of inert substance as calcium carbonate and calcium sulfate example نقط، عشان حضرتك تكتب لي نبات الجنجر اللي هو الجنزبيل والناتمنج اللي هو جوز الطيب. تمام، اقول لك التي ليفز اوراق الشاي لازم نعالجها، نعمل لها كيورنج بطريقه معينه. دكتوره اميره انا بتكلم، لا لسه ما فتحتش سلايد، انا بتكلم في صفحه 25 يا دكتوره اميره في الجزء بتاع البليتشنج والكيورنج. بقول ان انا بعمل للتي ليفز كيورنج بان انا اخلي الكافيين بتاعي
insoluble form علشان تقدري حضرتك لما تحطي الباكيتة بتاعت الشاي او لما تيجي تستعملي الشاي تلاقيه يدي يدود الكافيين ويديكي اللون البني اللي احنا بنشربه. تمام كده؟ يعني اعتقد ان احنا هنعمل ريفيجن يا دكاترة في الاخر. الكاركترز بتاعت الاويل والفاتس والفيكسد اويل والفيكسد اويل والفاتس والتست بتاع البروتينز والبروتينز. الصفحتين دول صفحة 53 و52 يقولنا MSQ يقولنا الصح والغلط. حتت زي ايه؟ اقول لك oils and fats are lighter than water، صح ولا غلط؟ oils and fats are water soluble، castor oil soluble in alcohol، صح ولا غلط؟ oils and fats are easily saponified by aqueous solution of potassium hydroxides. Fats and soil and solids are semi-solid glycerides following their saturation. In the unsaturated fatty acids, مثلا بتبقى liquid. Unsaturated بتبقى solid. دكتور فهمي بيقول لي التست بتاع البروتينز اخر اتنين مختلفين عن الجدول. انا قلت رقم 3 ده هنشطبه من صفحة 52 ونكتب بداله النيم هيدرين اللي هو زي الجدول علشان ما يحصلش لخبطة. الاميرون جرينز او البروتينز بيتخزن في النبات في صورة ايه؟ في صورة small particles called A alone grains. البروتينز عبارة عن amino acids joined together by A by peptide linkage. تمام كده يا دكاترة؟ الفيكسد اويلز والفاتي اسيدز عبارة عن ايه؟ They are esters of long chain of fatty acids of high molecular weight. يجي لي صح وغلط. هي اللينك بتاعتهم او بتبقى ايثر لينكج. البروتين بيبقى بيبتايد لينكج. لكن الفيكسد اويل والفاتس بتبقى بايثر لينكج. تمام؟ دي الصفحتين، صفحة 51، صفحة 50 و51. ايه المهم فيهم؟ المهم فيهم الكيميكال تيست بتاعت الستارش. قلنا الستارش بيدي بلو كولر مع الايودين و المويش تيست بيتعمل ازاي، وفي التست تيوبز بنعمل الفهلنج تيست وخلاص. لو سمحت يا دكتور شات دكتور عشان الصوت وحش على الشات يا دكتور. بنقول صفحة 51 هيبقى علينا فيها اليوزس فقط لا غير. الكمباريزن بتوين الفور امبورتنت كوميرشال ستارشز مش معانا في النظري طبعا، صم في العملي. الهايلام وستريشنز والاجريجيشن والشيب والكلام ده كله ده معانا في العملي ان ديتيلز. تمام؟ اليوزس بتاعت الستارش معانا مهمة.
اليوزس بتاعه طبعا صفحه 53 بتاعه الفيكسد اويلز والفاتس مهمه جدا. الدكاترة أنا مش هرد على قصص الغياب دي. لا ما معناش معادلات. إحنا مش كيمياء. إحنا ما معناش معادلات يا دكاترة. الاسترش بالأيدين بيدي بلو. لما بنحط عليه دايليوتد ألكلي وبيتا أمايليز بيحصل هيدروليسز بيدينا بيربل. الكلام ده مش علينا. أنا ما قلتهوش. ما قلتهوش يا دكاترة. معلش بس. دكتور. بعد إذن حضرتك. اليوزس بتاعت الستارش معانا. تكوين الستارش معانا. ده صفحة 49. الستارش بيكون من ايه؟ وهو primary metabolic product ergastic substances. يعني ايه ergastic substances؟ يعني primary metabolic product زي الستارش الفيكسد اويلز والبروتينز. كلام ده صفحة 49. وبيتكون من الاميلوبكتين branched sugar من الجلوكوز والاميلوز بيتكون من linear chain of glucose units. الجدول والدنيا الزحمة اللي فوق والسوليد برودكتس والكلام ده احنا بناخده يا جماعة. احنا بناخده in details. احنا خدنا المفروض تقسيمة النبات بيعمل food reserve لي اللي هو الكربوهيدرات والبروتين والفيكسد اويلز والفاتس. هناخد المحاضرة الجاية هناخد الويست برودكتس او السكندري برودكتس او السكندري ميتابولايت او الباي برودكتس اللي هي السوليد برودكتس يعني من الاخر كده سيبكم من الدنيا اللي فوق دي. صفحة 50 عملي ماشي. صفحة 50 عملي اوكي. بس يعني نعرف ان الستارش بيبقى بيدي بلو كولر ومولش تيست وفهلنج تيست. البلانت سيل اناتومي صفحه 48 علينا طبعا كل جزء اللي موجود في الكتاب. اللي موجود في الكتاب الرسمه ما بتجيش الحته اللي تحت في صفحه 50 يا جماعة. انتوا خدتوها. قلت اللي خدناه في العملي مش هيدخل معانا نظري. السيل كونتنت ما هو عندك في الكتاب اهو يا دكتور. السيل كونتنت والسيل ثيري وعندك الاندوبلازميك ريتيكولر ريتيكولم السموث اندوبلازميك ريتيكولم والرف اندوبلازميك ريتيكولم. عارفين الكلام ده المفروض شرحناه. الميتوكوندريا الكلوروبلاست السيل وول والسيل ممبرين الحاجات دي داخله معانا ووظيفتها الحاجات اللي احنا شرحناها. انا مش هنقعد نشرح تاني. انا يعني دكتوره صابرين هي السيل ثيوري اللي هي ايه؟ ان النبات بيتكون من 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 سيلز والسيلز بتتكاثر. يعني بتسالوا في ايه يا جماعه؟ بتسالوا في ايه؟ صفحه 47 كلها برضو تسلسل. المهم عندي البلانت تيشو تايبس الديرمال وتعريفه الفاسكولر وتعريفه والجراوند وتعريفه.
في صفحة 47 عندنا البلانت تيشو تايبس، تمام كده؟ طيب الفيزيكال ايفاليويشن، دخلنا على الايفاليويشن، قلنا معانا الفورين ماتيريال، الاش فاليو، الاكستراكتيف فاليو، الفيزيكال كونستنس، الكروماتوجرافيك والسبكتروسكوبيك. دول معانا في سنين تانية، نحط خط بسيط عليهم كده دكاترة، الثين لاير والهاي بيرفورمانس واليو في فيزيبل والانفراريد والماس والكلام ده كله هندرسه ان ديتيلز بعدين. الجزء اللي فوق من صفحة 47 مش معانا يا دكتور. طيب الـ ده بالنسبة للفيزيكال. عندنا أربعة اللي هما الفورين ماتيريال، الاش فاليو، الاكستراكتيف فاليو، والفيزيكال كونستنس. الرسومات اللي في صفحة 45 مش علينا رسومات خالص، الرسومات دي توضيحية. عندنا الاكزامبلز بتاعت المايكرو بايو اسي معانا للفيتامينز والانتيبيوتكس، وعندنا تعريفات الان فيفو والان فيترو والاكس فيفو، الادفانتج والديس ادفانتج بتاعتهم. أمثلة الفيتامينز لا مش هنحفظها، هي الفيتامينز وخلاص. قراءة بس عشان نبقى عارفين ايه هي الفيتامينز، ودي بتستخدم بنستخدم لها المايكرو بايو اسي. مفيش حاجة اسمها الانفيترو ليه مميزات مرتين، الفيترو والفيفو مش فاهمة. احنا بنتكلم دلوقتي في صفحة 44. اللي تفهم يا دكتور، اللي تفهم، اللي تفهم. بنقول ان الانفيترو هاف ادفانتجز زي انه هو تشيبر وعلى لونج سكيل برودكشن واثيكال، مور اثيكال، خلاص. وبنقول ان احنا it is important ان احنا نعمل الاختبارات الان فيترو قبل الان فيفو، قبل ما نطلع الدواء للماركت. ممكن يجي لي اس، ممكن يجي لي ام اس كيو، ممكن يجي لي صفحه 44. الدكاتره بتسالني صفحه 44 تيجي ازاي. ادفانتج سيفرال، ذير ار سيفرال ادفانتج تو يوزنج ليفنج اورجانيزمز اوفر ان فيترو. لما بستعمل الليفنج اورجانيزم بيبقى مور اكيوريت. يعني لما تيجي تقول انا حقنت في حاجه حيه بيبقى الكلام اكيوريت اكتر، خلاص، بيبقى مور اكيوريت، وبيبقى اسهل لي ان انا اشوف كل السايد افكت بتاعه السبستنس اللي انا حقنتها، وبيبقى اسهل وكلينيكلي ريليفنت واسرع. بنقول المشكله بتاعه الان فيفو ان هو ان اثيكال، وان هو harder to control in every variable، ان 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 فار بيبقى كل حاجه وضفدع ما كلتش حاجه او عنده genetic disease او whatever. علشان كده بيبقى صعب ان انا اتحكم في كل المتغيرات بتاعه كل جسم حي، وبيبقى غالي. تعريف الان فيفو الان فيترو الاكس فيفو دول مهمين جدا عندي. صفحة 43 الجدول طبعا مهم، وقلت لكم بيجي ازاي، وقلت لكم بيجي ازاي، خلاص. فده هنسيبنا منه، ده صفحة 43 قلت لكم بيجي ازاي. طيب بيجي تشوز، بيجي تشوز، بيجي صح وغلط. اقول لك to detect
chemical examination to detect anthraquinone glycosides by اجيب لك بوني تريجرز تيست، اجيب لك مايلز ريجنت، اجيب لك كيلر كرياني تيست، اجيب لك ريجمور تيست، علشان حضرتك انا بسال على الانتراكينون جلايكوسايد تقول لي بوني تريجرز تيست. السيانوجينيتك جلايكوسايد دي بتتعمل بريجمور تيست، اجيب لك باقي التستات اقول لك دي سبيسيفيك لديتكشن بتاعه اي chemical constituent أو chemical examination لأنه plant constituent. أنا في دكتور في حد من الدكاترة بس أنا مش عارفة أقول الاسم بيسأل على الليبرزمانز تيست. الليبرزمانز تيست موجود في الفيتوستيرول وموجود في الديأوكسي شوجر بتاع الكارديا جلايكوسايدز. لا الليبرمان الكارديا جلايكوسايدز بتاع البافادينولايد. تمام؟ طيب موجود في الكتاب بالطريقه دي. يبقى انا ممكن السؤال اجيب لك ايه؟ اقول لك ليبرزمانز تيست ده بيتعمل تو ديتكت بوث سايتوستيرولز اند كارديا جلايكوسايدز دي تخانه، او اجيب لك صح وغلط. اقول لك الكير كلياني تيست ده بيتعمل الكارديا جلايكوسايدز والفيتوستيرول. خلاص عشان حضرتك تبقى عارف ان التيست ده بيتعمل للاثنين، مش فيها لخبطه. لا في جزء هندرسه المحاضره الجايه هقول لكم التيست ده سبيسيفيك للجزء الفلاني بتاع الكارديا جلايكوسايد، لكن دلوقتي عشان داخلين الامتحان بنقول الكارديا جلايكوسايد الكاردينولايد بيبقى لها البولجس تيست والكيدز تيست، البافادينولايدز الليبرز مانز تيست، الديوكسي شوجر بتاع الكارديا جلايكوسايد كيلر كلياني تيست. دالين، ايوه سوري يا دالين، اصل انا عمري ما شفت حد اسمه دالين فحقك عليا معلش. ما فيش حاجة ملغية في صفحة 43. علينا طبعا البيولوجيكال ايفالويشن نعرف انها include الكوانتيتيف assay of drug using biological models of intact animals. خلاص صفحة 42 ده الايفالويشن الثاني والثالث، الاولاني والثاني والثالث، وبنعرف الفروقات بينهم واجيب لك تعريف الاورجانولابتيك. صفحه دي مهمه يا دكاتره، صفحه 42 والكيميكال ايفالويشن معناها ايه؟ الجدول ده طبعا معناها البريلايمينري فايتوكيميكال سكريننج ل وبعمل كيميكال ايفالويشن علشان اقول النبات اللي عندي فيه انه جروب من الاكتف كونستيتوينت، اعرف الستينينج ريجنس وكل واحد متخصص في ايه، واعرف كلمه مايكروتوم ووظيفته ايه. صفحة 41 قراية، صفحة 41 قراية وفهم، قراية وفهم. اللي ممكن يبقى حفظ عندنا اللي هم الستة points اللي هم high grade quality of drug is obtained by collecting it نقطتين اللي هي في النص from correct natural source at proper time using proper manner stage of growth
بنعمل له proper cleaning and drying process, وبنعمل له protection against الانسكت والفنجاي والديرت والمايشر. طيب عندنا صفحة 40 يا دكاترة مهمة جدا بالإكزامبلز بتاعتها. صفحة 39 مفيش غضاضة فيها, تعريف الأدلتريشن, تعريف السوفيستيكيشن بأنواعه, السبستيتيوشن بأنواعه, الديفرنت واي اوف سبستيتيوشن, الأدمكتشر يعني ايه, الديتريوريشن يعني ايه, الكلام ده كله مش هقعد أشرح في المحاضرات كلها. هنعدي من صفحة 38 إلى صفحة 30, دول إسكيب عشان مش داخلين معانا في الامتحان الميد تيرم. بنتكلم على ممكن رايت تيجي طبعا يا دكتورة سارة, الجزء اللي أنا قلت 6 نقط ممكن أجيب لكم 4 نقط تكتبوهم من الأول من صفحة 41 أعتقد بالضبط. الهاي جريد كواليتي, أقول لك يبقى النبات عندنا هاي جريد كواليتي لما يبقى إيه, عشان تقول لي 3 نقط من الستة, 4 نقط من الستة. الكلام ده في صفحة 41. صفحة 28 و29 مهمين. صم كلهم فارماكوبيال من أول صفحة 28 ممكن أجيب لك فارماكوبيا clear instruction for storage, they must be stored in well closed container, low temperature, protected from sun, from light, or protected from skin infestation. لو تاخدوا بالكوا يا جماعة, factors affecting deterioration of crude drugs, ال physicochemical factors, ممكن أقول لك enumerate لي ال physicochemical factors, وممكن أقول لك enumerate لل biological factors. ممكن اقول لك الطرق اللي انا بستخدم ده كل ده اسي كتابة. enumerate الميثودز اللي انا بقدر اعمل بيها destroying للانسكت, عشان حضرتك تكتب لي 1 2 3 4 اللي هم الهيت تريتمنت والفيوميجيشن واللايمنينج والفريزينج. ممكن اجيب لك بين السطور أقول لك الفيوميجيشن ده يعني إيه, اللايمنينج يعني إيه, الفريزينج إزاي. عرفنا الحتة دي, عرفنا الحتة دي بيجي فيها أسئلة إزاي. خلاص صفحة 27 مويشر, صفحة 26 مويشر must be removed in order to, دول 4 points تحفظوهم صح. ليه بشيل المويشر من الـ النبات بتاعي؟ the most important factors in drying process are temperature with time. المود الميثودز يا جماعه بصوا, مفيش حد بقى يقعد يسالني على حاجات برايفت. تابعوا معايا المحاضره وفي الاخر هقول كده انا خلصت, اللي عايز يسال حاجه. الناس بتقول لي عيدي عيدي ايه وانا بشرح. الناتشرال دراينج اعرف هما ايه, والارتفيشال دراينج اعرف هما ايه.
الادفانتج بتاعت اللايفيلايزيشن اعرف هي ايه. خلاص الكوشنز ودراينج دي ما بتجيش ما بتجيش قاسي. بتيجي كلها الكلام ده كله يا جماعة مذاكرة، انا ما شطبتش حاجة فيه، الكلام ده كله مذاكرة. والجنرال اندزايربل تشينجز اللي في اخر صفحة 27 نعرف الاكزامبلز كلها طبعا، والكلام ده كله اللي حضر معايا المحاضرة هيفهم انا بقول ايه وبتكلم على ايه. صفحة 25 معانا مهمة جدا جدا، اجيب لك بليتشنج مينز اختيارات او صح وغلط بالاكزامبلز اللي موجودة في الكتاب. بصفحة 25 اقول لك البريباريشن and curing of drugs before drying، تعرف لي ان 1 2 3 4 5 cleaning والgarbling والdecortication والbleaching والcuring. تمام كده. الdecortication process وظيفتها ايه او بنعملها ليه، دي مهمة ان حضرتك تعرفها لي. صفحة 24 الexceptions مهمة جدا جدا جدا. الكولكشن بتاع الـ unorganized drug بيتجمع امتى، و البروسيس اللي احنا بنجمع بيها الـ unorganized drugs. الكولكشن بتاع الفروت امتى، الكولكشن بتاع السيدز امتى، الكولكشن بتاع البارك امتى، الكولكشن بتاع الفلاورز امتى بالاكسبشنز بتاعته، الكولكشن بتاع الليفز. انا بتكلم صفحة 24 بننشف النباتات ليه. ايوة كل كلام ده مهم معايا. كلمة growing season time of day stage of maturity ده صفحة 23 بالexamples بتاعته، الفاكتورز affecting الكولكشن بتاع الميديسينال بلانس معايا ومهم جدا جدا جدا. الادفانتج والديسادفانتج صفحة 22 و21 كل الكلام ده معايا مهم جدا جدا جدا. يعني ايه indigenous plant، يعني ايه naturalized plant، يعني ايه الادفانتج والديسادفانتج بتاعت الزراعة بتاعت النباتات الوايلد. و ده كلام بصفحة 21. صفحة 20 الجيوغرافيكال اوريجين والكوميرشال اوريجين والبيولوجيكال اوريجين، قلنا الحاجات دي تيجي ازاي، وقلنا لازم نفهم يعني ايه جينس ويعني ايه سبيشيز. صفحة 18 مش معانا خالص اللي هي الكيمو تاكسونوميكال كلاسيفيكيشن، ده انتوا هتاخدوه قدام مع دكتور حاتم. السيرو تاكسونوميكال كلاسيفيكيشن برضو مش معانا. الاكزامبلز تحفظ لي اكزامبل واحد في صفحة 19، اكزامبل واحد خلاص من النباتات. اقول لك البيولوجيكال اوريجين او الناتشرال او البوتانيكال بيولوجيكال اوريجين، سمى النبات النبات الفلاني، اسيب لك نقط علشان ليه كاركترستيك كولر. حضرتك عندك ثلاثه ديجيتاليس بيربريا، براسكا البا، براسكا نيجرا. عندك الاروماتيك بلانت الميريستيكا فراجرانس ليها ريحه كويسه. ايه الفرق بين الجدول في صفحه 21 و22؟ هو مفيش جدول في صفحه 21. ايه الجدول، ايه الفرق بين صفحه 21 و22؟ افتر بيرسون يعني كلمه افتر بيرسون يعني الشخص، بيرسون يعني شخص، يبقى الشخص هو اللي سماها، فده يبقى اسم البيرسون اللي سماها.
انتوا اللي هتختاروا يا جماعه، انتوا اللي هتنقوا مثل واحد من الجدول في صفحه 19، مثل واحد من الجدول في صفحه 19. مش هجيب لك المثل، مثلا هجيب لك ال كاركترستيك اوردر او كاركترستيك كلر او افتر ا بيرسون، البيرسون هو اللي سماه، او امبورتنت مورفولوجيكال كاركتر مثلا عشان تقول لي الهيسامس ميوتيكس ان هو نبات شورت. طيب صفحه 18 مش معانا، صفحه 17 قلنا شرحنا وقلنا 100 مره. صفحة 17 وصفحة 16 بنعرف organized و unorganized. صفحة 17 بنعرف الجداول والexamples اللي موجودة، نعرف يعني ايه pharmacological classification و chemical classification. صفحة 17 بنحفظ الأمثلة، بنحفظ الأمثلة، وبعدين هي مش كتيرة يا دكاترة. أنا ممكن يعني تسهيلاً هجيب لك أول سؤالين، أجيب لك بور كلاف أند كورياندر أند فينل مثلاً، كونتين إيه؟ كونتين إيه أكتف كونستيتوينت؟ بابين كازين ترايسين كونتين إيه؟ إنزيمز بيزواكس وكوكن باتر ولانولين كونتين إيه؟ ليبيدز. تمام. صفحة 15 تقريبا يا دكاترة ما عندناش فيها غير الأوفيشال دراج وتعريف التاكسونوميكال كلاسيفيكيشن، الباقي مش معايا. كلمة جينس بس اللي معايا، كلمة فاميلي إند وذ A C E A. صفحة 14، صفحة 14 علينا تعريف ال classification، يعني classification بتاع ال crude drugs must be simple and easy and free from confusion، وال alphabetical classification معناها ايه. صفحة 13 علينا ال introduction قراءة، مش لازم نقراها، تعريف ال organized وال unorganized drug بين السطور. صفحة 12 علينا نعرف يعني ايه الجينس ويعني ايه السبيشيز ويعني ايه البوتانيست وايه هي الفاميلي، وكل واحد بيتكتب كابيتال وبيتكتبوا ازاي تبعا دي الباينيال ثيوري. الجيوغرافيكال سورس معناها ايه، المورفولوجيكال كاركترز معناها ايه، المايكروسكوبيكال كاركترز معناها ايه، لازم تبقى عارفهم، الكيميكال كونستيتوينت اليوزز الكلام ده، الادلتريشن معناه ايه، والكيميكال تيست معناها ايه. هي شرحه نفسها يعني، بس هي تعريفات لما سيتقدم. صفحه 11، صفحه 10، صفحه 9، صفحه 8، الكلام ده كله قراءه، قراءه للفهم. تمام كده يا دكاتره؟ أنا خلصت. اللي هبقى في الكلية يمكن الأسبوع الجاي إن شاء الله، طبعاً عشان امتحانات الميدترم أكيد هبقى موجودة طبعاً يوم الامتحان بتاعكم وقبلها بيومين أو ثلاثة. رقم الحجرة بتاعتي NG24، لو أي حد لي أي سؤال في أي حاجة ممكن بنسأل على الجروب بتاع الواتساب. أنا قلت كل الحاجات. زميلتكو عايزة صفحة 46، أنا مش هفتح حاجة. يعني أنا قلت كل حاجة. لو سمحت يا دكتور. نعم. أنا كانت الكهرباء قطعت عندي، وبالنسبة للغياب هل أنا كده اتخذت غياب؟ بالنسبة لإيه؟ الغياب أنا كده انتهيت. دكاترة أنا والله العظيم قلت مرة وبقول تاني وبقول تالت وبقول عاشر، يا جماعة الغياب في المحاضرة
الخطوات بالنسبه لي لا يعني شيء بالنسبه لي. لو يعني احلف لكم ان انا هاخدكم كلكم حضور بس ما حدش يقعد يقاطع. معلش يا دكتور انا ما اعرفش الجروب بتاع الواتس ده تدخله ازاي ولا تزوده ازاي، يعني معلش يعني تواصلوا مع بعض. قراءة فقط، الجزء اللي انا قلت قراءة يبقى قراءة بس. ممكن نخرج، اتفضلوا حضراتكم الناس تخرج، ما فيش اي مشكلة. والغياب بتاع المحاضرة كله اتاخد، ما تقلقوش خالص من الغياب. دكتور ايوة صفحة 51 مش هيجي منها حاجات في النظري الجدول؟ الجدول صفحة 51 مش هيجي نظري؟ هيجي اليوزس بتاعت الستارش بس.